السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت نتقاسم معكم بعض المعلومات اللي عندي عن أمراض التهابات الأمعاء المزمنة بصفة عامة، بحكم أنني مصابة بمرض من هذه الأمراض. هذه الأمراض هي نتيجة لخلل في الجهاز المناعي لتيشن هجوم على الجدار الداخلي للأمعاء خصوصا، وعلى الجهاز الهضمي عموما، وتسبب تقرحات. اولا المسميات ديال هاد الامراض باللغتين، باللغه الفرنسيه تنعيطوا ليها لي مالادي انفلاماتوار كرونيك دو لانتستان، اولا لابريفياسيون ميسي ام اي سي اي، وبالانجليزيه هي انفلاماتوري بول ديزيز تنعيطوا لها اي بي دي. هذه الامراض منقسمه لجوج امراض رئيسيه، عندنا مرض الكرون ومرض القولون التقرحي اللي هو الار سي اتش او لا ريكتوكوليت ايموراجيك او الالسيريت كوليت بالانجليزيه. مرض الكرون تم تعريفه طبيا من طرف دكتور كرون سنة 1939، أما مرض القولون التقرحي فقد تم تعريفه سنة 1875 من طرف دكتورين ويلكس وموكسون. هاد الأمراض تنشوفوهم بزاف في الدول الصناعية والدول الشمال مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. مثلا في الولايات المتحدة كان هناك أكثر من 3 مليون ديال المصابين، ما في كندا كاين اكثر من 2 مليون ديال المصابين. فرنسا مثلا كنلقاو 250,000 مصاب. اما في المغرب مع الاسف ما كايناش احصائيات، ولكن عدد المصابين تيتزادوا يوم عن يوم، وهذا الشيء تيبان في العيادات الطبيه. هاد الامراض تصيب غالبا الفئه الشابه ما بين 15 سنه حتى 40 سنه، وخصنا نعرفوا انه 15% من هاد المصابين هم اطفال. هاد الأمراض يتصابوا بها بصفة متساوية الرجال والنساء، مع اختلاف بسيط إلى دخلنا في التفاصيل ديال الأمراض. واحد الحاجة مهمة وخصوصا أنني وقعت فيها في الأول، وهي التشخيص. هاد الأمراض ما عندها حتى شي علاقة مع الأمراض القولون أو الاي بي اس، بحال مثلا الكولوباتية والقولون العصبي ما إلى ذلك، لأنه تيكون في هاد الأمراض الاي بي اس ماشي مرض، ولكنه تكون خلل في عمل القولون. مثلا تكون الحركه الداخليه ديالو ثقيله مما يسبب امساك، او الحركه الداخليه ديالو سريعه مما يؤدي للاسهال. بعض المرات الحجم ديال الامعاء تيتقلص مما يؤدي لغازات الام انتفاخات ولكن هذا الشيء ما عنده حتى شي علاقه بالامراض المناعيه اللي سنهضروا عليها دابا. حاجه مهمه خصنا نعرفوها هو ان هاد الامراض عندهم تقريبا اعراض متشابهه بنسبه 60%. اللي تيختلف بيناتهم هما الاعضاء المصابه في الجسم، بحال دابا بالنسبه للقولون التقرحي لا اكس اتش تيتصاب المستقيم والقولون اللي هو الريكتوم والقولون، اما بالنسبه للكرون فتيتصاب الجهاز الهضمي كامل، يعني من الفم، المريء، المعدة، المعي الرقيق، المعي الغليظ، مستقيم الشرج. بالنسبة للقولون التقرحي تيكون غالبا إسهال ذات بنية مخاطية مع دم بعض المرات. أما كذلك بالنسبة للكرون، غير أن الكرون تيكون عنده إسهال حاد أو تيكون عنده نزيف أكثر ديال الدم. غالبا في الار سي اتش في القولون التقرحي تيكون عنده اسهال، اما بالنسبه للمصابين مرض الكرون تيكون عندهم اسهال وامساك على حسب الشخص. فوالا، دونك هذه نظره شامله لهاد الامراض المناعيه، هو تعريف عام لهاد الامراض المناعيه. غادي نتقاسم معكم من بعد ان شاء الله بتفصيل الاعراض ديال هاد الامراض اللي كنت انا تنعانيها والاسباب ديالها، وبعض الادويه والحميات اللي انا نفعوني في التاقلم مع هذه الامراض. نتمنى لكم صحه جيده والى اللقاء.